معنا ياسين بونو. ياسين بونو، فوق طاقتك لا تلام. من المسار البطولي للفريق الوطني في كأس العالم اليوم، كثرة الإصابات، الضغط النفسي، الإرهاق البدني الكبير، لكن رغم ذلك تعامل ممتاز مع المنتخب الفرنسي. هنيئا لكم، والرحلة مازال ما انتهتش في المونديال. كما شتي المقابله ما كانتش سهله، بصح كنا يعني كان عندنا هذا الحلم باش نمشيو للنهائي، كنا تايقين بان غادي نفوزوا بهذه المقابله. ما كتبش كنور الدراري داروا مقابله كبيره، يعني المجهود كان جبار، كان عندنا فرص، الحمد لله على هذا الاداء يعني ديال الدراري. بقى مقابله واحده خصنا نواجهوها بجديه ديال المقابلات اللي دازوا. اكيد ما كانش سهل على انه يتم الاصابه ديال كل مرومان سايس ونايف اغير، تعودتي على انه تلعب معهم قبل انطلاق المباراه، كانت شويه صعيبه بالرغم من الاداء الجيد لكل من اليامي خضري. لا صراحه الدراري اللي دخلوا لا جواد لا داري يعني اداوا واحد الاداء كبير وكانوا في مستوى كبير. صراحه يعني ما حسيناش بابسونس ديال لا رومان لا نايف، وكنبغي نهنيهم يعني صراحه. هذا الجروب بين بان قادر يتنافس مع اكبر المنتخبات اليوم، فكما شتي يعني كنظن الهدف الاول شويه صعب علينا المقابله، ولكن هي هذه كره القدم. يعني المنتخبين بان عنده شخصيه، كانوا فرص من بعد الهدف، ومن بعد يعني جات واحد الفرصه ديالهم اللي كما شتي واحد الكره يعني فيها شويه ديال الزهر فتماركا بيت ثاني. ف على اي يعني المنتخب دار واحد المقابله كبيره صراحه، الاداء كان كبير. ابتسامه ديالك فينايا ديما ديما كاينه. تبارك الله عليك ياسين بونو، شكرا لك، بالتوفيق في المباراه المقبله امام منتخب كرواتيا. عودي لك عادل.